وخير ما نختتم به مؤتمرنا النهارده كلمة دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عن مدينة العلمين الجديدة. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا يعني اسمحوا لي ارحب في البداية بحضراتكم جميعا معانا النهارده، ويمكن انا عارف ان الشمس جامدة شوية، فانا عشان كده مش هطول على حضراتكم، ولكن النهاردة يوم سعيد جدا جدا ان احنا نبدأ تسليم الوحدات في عدد من المشروعات الكبيرة اللي بدأت في مدينة العلمين، زي الأبراج ومشروع داون تاون ومشروع مزارين وعدد والمدينة اللاتينية أو الحي اللاتيني وعدد وسكن كل المصريين. كل دي مشروعات الحقيقة بمختلف أنواع وأنماط الإسكان اللي اتبنت في مدينة العلمين. والحقيقة يمكن أنا حابب أن أنا أبدأ أن أنا أعتذر لحضراتكم عن التأخير شوية في التسليم، وده الحقيقة بمنتهى الأمانة كان بسبب الظروف الاقتصادية اللي مر بيها يعني العالم ومرت بيها مصر، لأنها كانت فترة صعبة جدا، وكان هناك طبعا صعوبة أولا من وقت كورونا في استلام المعدات الكهروميكانيكا أو الإلكتروميكانيكال من اللي احنا كنا متعاقدين عليها، وجت بعدها حضراتكم كنتم متابعين الأزمة الاقتصادية وتدبير العملة، فالحقيقة يمكن ده هو اللي عطل شوية عملية التأخير. ولكن طبعا في النهاية الواحد الحقيقة بيسعد جدا 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 وهو بيسلم العقود النهاردة في هذه المدينة. والمدينة دي يمكن أنا قلت أكتر من مرة، ويمكن حضراتكم يعني سيادة الرئيس لما يعني شرفنا بمجرد إطلاق هذه المدينة، وكانت في بداية عام 2018، إحنا كنا بادين قبليها العام اللي قبله على طول في العمل، يعني نقدر نقول بداية 2017 المدينة، إحنا بنتكلم في يعني فترة يعني 6 سنوات أو 7 سنوات. قبل هذا التاريخ هذه المدينة كانت منطقة يعني صحراء قاحلة، كان فيها مشكلة الألغام وإزالة الألغام لأنها كانت مسرح عمليات الحرب العالمية الثانية. فبالتالي الحمد لله ان احنا يعني نغير وجه التنمية والوجه اللي كانت عليه هذه المنطقة، اعتقد ده شيء في حد ذاته يثبت ان الانسان المصري قادر على كل شيء. وانا مش بقولها من مقابيل الشعارات، ده الواقع اللي احنا اثبتناه في خلال الفترة الماضية، واللي احنا سعداء جدا بوجودنا النهاردة في هذه المدينة. وهنا تفلسفت يمكن زي ما معالي وزير الاسكان قال، احنا ما بنعملش مدينة صيفية، احنا بنعمل مدينة هتشتغل طول السنة، مدينة متكاملة. مش عايزين نكرر الخطأ اللي حصل على مدار عقود سابقة، ان كنا بنخصص اراضي الساحل كلها تبقى منتجعات صيفية او قرى يعني سياحية لفئات معينة. لا، احنا بنتكلم على مدينة كاملة فيها كل حاجة، بدءا من المنطقة الصناعية، الخدمات الادارية، التعليمية، الصحية، السكنية، كل حاجة اللي يخلي هذه المدينة زيها زي أي مدينة تشتغل على مدار ال 12 شهر في السنة. وده اللي احنا بدأناه فعلا، وموجود قدام حضراتكم هذا الكلام. ومش كده وبس، احنا بنربط هذه المدينة بشبكة النقل الإقليمي والوطني من خلال محطة قطار الكهربائي السريع، وعندنا هنا مطار قريب يخدم هذه المدينة، بحيث فعلا هذه المدينة ان شاء الله هتبقى مقصد عالمي كمان للسياحة. ويمكن زي ما حضراتكم لاحظنا الحمد لله من خلال الفعاليات اللي بتحصل، حجم الجنسيات اللي بقت موجودة النهاردة في الساحل الشمالي الغربي وخصوصا في منطقة العلمين بقى حاجة تفرح، وان شاء الله مزيد من الحقيقة هيبقى عدد كبير من السائحين يجولنا في هذه المدينة. انا عايز بس اختم كلامي بنقطة مهمة جدا، ان برضو يعني للأسف دايما محاولة التقليل او التشكيك في اللي بتعمله الدولة، ان بيتقال ان هذه المدينة مدينة للاغنياء، ويعني بمنتهى الامانة ويحاولوا التركيز على فقط موضوع الابراج، بينما هذه المدينة زي ما شفنا مدينة ممتدة فيها كل فئات الاسكان موجودة، بدءا من السكن الاجتماعي، شقة 90 متر النمطية اللي الدولة المصرية بتنفذها لشبابها في كل حتة، سكن كل المصريين اللي بتبقى وحدة اكبر شوية 100-120 متر. ويمكن انا كنت بتفقد هذا المشروع منذ اسبوعين او ثلاثة، وقابلت واحد من السكان بالمصادفة يعني بالكامل، والراجل وقف وسلم عليه وشكرني وقال لي انا بشكرك لان كان حلمي ان انا يكون عندي اوضة في العلمين
النهاردة أنا عندي وحدة كاملة في منطقة كلها فيها كل حاجة، اللاندسكيب والخدمات. ده حلم بالنسبة لي كأسرة متوسطة، إن أنا كنت أحصل على شقة بهذه الدرجة من الجودة وبالسعر المميز. أنا بتكلم هنا على نموذج مواطن عادي خالص بسيط موجود. الأهم إذا تابعنا نمط التنمية اللي كان بيحصل في الساحل الشمالي من أول ما بنقول الساحل يا ساحل شمالي في سيدي كرير لغاية يعني ما نوصل لمدينة العالمين، الساحل كان مقفول على رواده. يعني كل قرية ما فيش مواطن مصري بخلاف سكان هذه القرى كان يستطيع أن يقترب من الساحل بتاعها أو الشاطئ بتاعها. النهاردة احنا عندنا في مدينة العالمين كورنيش عالمي كل المصريين موجودين فيه، هناك شاطئ عام تم تجهيزه بقى موجود وبيخدم أي مواطن بغض النظر هو ساكن هنا أو لأ. الفكرة الشواطئ اللي هتبقى موجودة، كل ده النهاردة بنقول أن هذه المدينة متاحة لكل المصريين. أنا بس حبيت يعني أأكد مرة أخرى على التزامنا كدولة أن احنا إن شاء الله على مدار العام لغاية الصيف القادم هنسلم كل الوحدات اللي تم التعاقد عليها وتم يعني بيعها وهتبقى بالكامل، بحيث يبقى يعني أصحابها إن شاء الله ينتفعوا بيها بحد أقصى على بداية الصيف القادم. أنا بشكر حضراتكم جميعا وأتمنى لحضراتكم كلكم كل التوفيق، وربنا يبارك لكم في الوحدات بتاعتكم. يعني حضراتكم عارفين كويس قوي أن قيمة هذه الوحدات تضاعفت في الفترة الأخيرة، وده في حد ذاته استثمار ليكم، أن المبالغ اللي انتوا حطتوها الحمد لله النهاردة فعلا بتبقى حاجة يعني ربنا بيبارك فيها. ومرة أخرى كل الخير يا رب للفترة القادمة لمصرنا الحبيبة، وربنا يوفقنا جميعا، وبشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.